Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi simaan nih di Siman Pondok Al-Huda. لحضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى حسب خمس من الرسل جميع الملائكة المقربين وسائر الملائكة أجمعين عليهم الصلاة والسلام. ثم الحضرة ثلاثة الخزانة أنا عبد الله خضير أبو العباس بن أبي ملك عليه السلام وحضرة النبي الله إياس عليه السلام ثم الحضرة النبي الله إدريس عليه السلام رضي الله عنهما إلى حضرة أزواج رسول الله أمهات المؤمنين وأولاده وآله وأصحابه خصوصا أهل بدر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين وجميع أتباعهم والشهداء والعلماء والأولياء والصالحين والمصنفين من Thank you.